As you can see, I write first the story behind the song in Arabic, in Franco-Arabic, and in English. Then I start with the lyrics in Arabic, Franco lyrics, and then afterwards I start with line by line literal and context translation, of course with the verbs, vocabulary, everything inside the song, and literal and context, of course. مرحبا يا حلوين، كيفكن وشو أخباركن اليوم؟ بتمنى تكونوا كلكن مناح وبأحسن حال. اليوم موضوعنا رح يكون شوي صعب، وهو شيء اسمه الميزوفونيا. الميزوفونيا ما حدا قال لسه إنه هو مرض، ولا اجتمعوا إذا هي متلازمة أو لا، بس يلي بعرفه هو إنه أنا بعاني من الميزوفونيا. رح أحكي لكم شوي أول شي عن الميزوفونيا، وبعدين بنحكي عن كيف بعاني منها وكيف منفهم الناس يلي معهم هيدا الشي. الميزوفونيا إلى اسم تاني، وهو حساسية الصوت الانتقائية. في عنا باللهجة الشامية فعل ما بتوقع كلكم بتعرفوه، وهو نقى بنقي، ويلي إله مرادف تاني وهو اختار بيختار. فانتقائي جاية من كلمة بنقي أو العكس طبعا، يعني بالإنجليزي اسمه Selective Sound Sensitivity. هيدي الحساسية بتكون للأصوات المهموسة، خصوصا الأصوات بالتم، العلك، النفس، وغيرها من الأصوات الخفية مثل صوت الكتابة على لوحة المفاتيح، يعني على الكيبورد وغيره. بتبلش هيدي الحساسية بمرحلة الطفولة بين 8 و13 سنة، وبتستمر كل العمر، مدى العمر مدى الحياة، وبتزيد لما الواحد بيكون تعبان ومرهق وجوعان. ومن عرفت أسباب الحقيقية لهيدي الحساسية، بس في كتير نظريات عن هيدا الموضوع. عادة الناس يلي معهم ميزوفونيا بينزعجوا من الأصوات المتتابعة أو المتتالية، مثل تحريك الرجلين، قرط الأظافر، والطباعة على الكمبيوتر. فهالحساسية بتخلي الواحد يصير متوتر، جوعان وتعبان أكتر. الميزوفونيا غالباً بتبلش بمرحلة الطفولة مثل ما حكينا، وكتير من الحالات بيكون سبب ظهورها هو مشغل أولي، بالإنجليزي بتقولوا له trigger، من أصوات حدا بالبيت، وبعدها بيمتد ليصير أوسع وأوسع، وبصير يمتد لتريجرات تانية سمعية وبصرية. في دراسات بتقول إنه هالشي سببه وراثي، بس مع هيك ما حدا بيعرف عن جد شو هو. طبعاً الميزوفونيا ما إلى علاج أبداً، بس في دكاترة بيعطوا وصفة ضد القلق. وهلأ بعد ما عطيتكن شو هو الميزوفونيا بشكل عام، رح أحكي لكم عن تجربتي وكيف بعيش مع هيدا الشي. من زمان كتير بتذكر كنت شي صف رابع، بلشت حس إنه في أصوات بتزعجني، وللأسف بلش هالشي تماماً مثل ما بيقولوا بالمقالات، بلش هالشي إنه صرت انزعج من شخص من أفراد عائلتي. كان أول مشغل تريجر بالنسبة إلي هو العلكة. فكرت أول شي إنه أنا بنزعج بس من صوت العلك واللقمصة، العلك جاي من علكة واللقمصة هي لما حدا بيطلع أصوات لما بيأكل. فهالشي ما مقبول بشكل عام، ففكرت إنه أوكي عادي، أنا بنزعج من هالشي مثلي مثل غيري. بس بعدين صار هالشي يمتد، إذا شفت أو سمعت أي صوت متواتر. ولحسن الحظ إنه كانت سوريا ولبنان أحسن من هلأ، يعني قبل حرب سوريا ب2011، فما كتير كنت انزعج من عالم كتير، بس بعض الأشخاص، يعني
أخوي، أختي، أبوي وأمي، وممكن أشخاص برا، بس ما كنت كتير حس، لأنه إذا أنا برا فرح أرجع آخر شي على البيت وفيني أهرب، بس إذا أنا بالبيت فوين بروح؟ كنت حس إنه هيدي ميزة بالنسبة إلي، يعني كنت أسمع أصوات كتير ما حدا غيري يسمع، وإذا في مشكلة بالبيت بالمي أو الكهرباء أو التلفزيون كنت أعرف من وين صوت شي شغلة خربانة. حتى فيني أسمع ذبذبات التلفزيون إذا شغال بغرفة تانية، حتى لو بلا صوت أبدا. هالشي كان دايما يثير اهتمام أهلي، يعني أهلي ما كانوا يعرفوا شو هالشي يلي عم بيصير معي، وطبعا أنا كمان ما كنت أعرف. وطبعا هالشي ما كان يأثر كتير على حياتي، لأنه ما كانت الحالة معروفة تماما، بس أهلي كانوا متفهمين طبعا، يعني كانوا يبطلوا يعملوا حركة معينة أو صوت معين لأني كنت انزعج. وخصوصا أنه الميزوفونيا اكتشفت عام 2001، وطبعا هالشي مثل العادة ما بيوصل على بلداننا لبعد مليار سنة، مليارات السنين. هلأ رح أحكي لكم شو صار معي بعدين. لما بلشت الحرب وبلشت تنقطع الكهرباء، صاروا العالم يجيبوا مولدات، بس طبعا كان هالشي قليل لأنه كان في كهرباء ساعات كتير منيحة باليوم. بس ب 2016 تقريبا بلشت الكهرباء تروح تماما، وهلأ صرنا منشوفها ساعة أو نص ساعة بس. لهيك المولدات بكل بيت، بكل قهوة وبكل محل. الحمد لله أنا ساكنة بمنطقة سكنية مو تجارية، ولو تجارية كنت أكيد جنيت. ومع هيك كان في كتير محلات صغيرة أو قهاوي تشغل مولدات ما تخليني نام أبداً، وصوتها عالي طبعاً. هالشي كان يزعج كتير ناس مو بس أنا، بس أنا ما فيني اتجاهل هالأصوات مثل غيري، يعني متى ما سمعت الصوت مستحيل اتجاهله بلا ما يسكت. فبلشت مرحلة الطلب من المحلات والقهاوي انه يحطوا مولداتهم بمكان بحيث ما اسمع اصواتهم. وفعلا كل مرة ابوي يكتر خيره ويخلي لي اياه دايما يطلب من هالناس انه تشيل مولداتها من محلها. بس لما صارت الكهرباء مثل اليوم بس نص ساعة أو ساعة باليوم، فالناس مضطرين يشغلوا المولدات، فكتير منهم جابوا طاقة شمسية وهالشي ممتاز، وفي ناس غيروا محلات المولدات تبعهم. بس اليوم في أصوات كتير بكل المنطقة، وما بقى فينه الواحد يعرف من وين جاي الصوت. ومشكلتي هي إنه فيني اسمع أصوات كتير بعيدة، وأكيد ما فينا نطلب من الكل يعملوا مثل ما بدنا، خصوصاً إنه هون ما بيفهموا شو يعني ميزوفونيا ولا عمرهم رح يفهموا، وممكن يطلع علي صيت إني مجنونة، فلهيك مضطرة إني أتحمل. أحياناً بهالفترة بطق لأنه ما فيني أعرف من وين الصوت المزعج عم يجي، فبهرب من غرفة لغرفة أو بحط سماعاتي. واكتشفت الوايت نويز وهالشي ساعدني كتير، بس ما فيني حط وايت نويز كل الوقت، لأنه كمان ما في الواحد يحط سماعات كل الوقت. مثلا مستحيل نام بمكان في حدا عم بيشخر، وإذا صار هالشي فببساطة ما ممكن نام أبدا، وبكون كتير تعبانة اليوم يلي بعده، وإذا هالشي استمر كذا يوم فبكل بساطة مستحيل نام، وبوصل لانهيار عصبي من النعس والتعب. وهالسبب واحد من الأسباب يلي خلتني ضل ببيتنا بسوريا لما صار الزلزال بشباط 2023. مستحيل نام مع حدا بيشخر بنفس الغرفة، لازم ضل بغرفتي سكر الباب ولو كان هالشي رح يعرضني للخطر. يعني لو فيني أعمل هالشي كنت عملته،
بس برأيي إنه كون مرتاحة أحسن من إني أنطر الموت. لهيك بأي مكان بسافر عليه أول شرط عندي هو إنه يكون إلي غرفة لحالي، ولو كنت رح أخسر مصاري أكتر، بس راحتي أهم شي بالعالم. هلأ مثلاً عم بعمل هيدا البودكاست، كنت عم بكتب هيدا البودكاست PDF وأنا حاطة سماعاتي لأنه في صوت غميق لمولدة برا وما بعرف من وين جاي، بس بعرف إنه كتير مزعج وأهلي أحياناً بيسمعوا وأحياناً لا، بس أنا دايماً بسمعوا ودايماً بيزعجني. أهلي ما كانوا يفهموا من قبل، بس لما صاروا يقروا يعرفوا شو هو أو شو هي الميزوفونيا وإنه ما أنا يلي عم بتغنج، صاروا يفهموني أكتر ويحاولوا يساعدوني أكتر. الحمد لله هلأ أهلي كتير بيفهموني وبيعرفوا كيف يتعاملوا معي، وأكيد بيعرفوا كيف يتعاملوا مع غيري يلي كمان معهم ميزوفونيا. فبهيدا الفيديو حبيت أحكي عن هالمشكلة، وحبيت نبهكن إنه ولادكن يلي معهم ميزوفونيا للأسف ما فينن يعملوا شي لهالمشكلة، وإنه أنتو لازم تتفهموهن منيح، ما فينن يحلوا هالمشكلة أبداً. في ناس بالعالم العربي مثلاً إذا عرفوا إنه أنت تنزعج من شي معين بيعملوا هالشي أكتر وأكتر وبيفكروا إنه هنن بيضحكوا هاهاها. وأنا وعم بعمل هيدا البودكاست وهيدا الفيديو وعم قول إنه هلأ صار في ناس عرب بيعرفوا شو يلي بيزعجني وبصيروا بيعملوه أصلاً. طبعاً ما فينهم يعملوا أكتر من هيك لأنه أنا أصلاً في إشياء كتير بتزعجني، فهالمشكلة ممكن تكون تحدي يومي للناس يلي معهم ياها، وهالشي متعب نفسياً. شي هلأ بعمله بحياتي وكتير مهم إنه بتليفوني في دايماً وايت نويز ودايماً سماعاتي معي إذا بدي روح نام بمحل غير بيتي، ودايماً لازم أخذ غرفة لحالي، وأكيد إذا بدي أطلع بمكان عام مثل باص أو قطار أو طيارة. غير هيك للأسف ما فيني أعمل شي، وبالنسبة إلي ما بشوف هالشي مشكلة، مع أنه كتير متعب أيام، بالعكس بشوفه عطاء من الله، عطاني هبة أنه اسمع كل شي بوضوح، وهالشي بيخليني يمكن أعرف الناس أكتر. يعني إذا سمعت صوت نفس الشخص هو وعم يحكي، ممكن بمعظم الأوقات أعرف إذا هو عم يكذب أو لا. سماع الأصوات يلي حوالي كلها بيخليني انتبه على كل شيء وعلى كل التفاصيل يلي بتخليني أدرس الأشخاص أكتر وأعرفهم أكتر من خلال محادثة واحدة. فلهيك بالنسبة إلي هالشي نعمة من الله. وهيدا كل شيء عن الميزوفونيا. بتمنى تفهموا كل الناس يلي معهم ميزوفونيا، بتمنى تعرفوا أكتر عن الموضوع. إن شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو، وكمان في بودكاست. بحبكم كتير وشكراً لكم. مع السلامة، باي.